تمكنت فرقة البحث والتدخل بياريلي ولا تخنش لها من حجز 1200 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ميليغرام أجنبية الصنع وسلاح أبيض بالجهة الشرقية لمدخل ولاية خنشلة إثر كمين من طرف هذه الفرقة للبحث والتدخل لمدخل مدينة خنشلة دائما من الجهة الشرقية. قبل وصول السيارة السياحية إلى حجز أمني نزل منها شخص وبحوزته كيس بلاستيكي، إلا أن فرقة البحث والتدخل بعد متابعتها للشخص الأول تمكنت من إلقاء القبض عليه وبحوزته 1200 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ميليغرام كما جاء أعلاه وسلاح أبيض وكمية من المخدرات الممنوعة. إطار تحريات التي بشرها عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة رمية إلى محاربة مختلف أنواع الجرائم خاصة ما تعلق منها بالاتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية. التحريات توصلت إلى تحديد هوية المشتبه فيهما بصدد نقل كمية من المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة من إحدى بلدية الولاية باتجاه وسط مدينة خنشلة. استغلالا لذلك وبعد اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة قام عناصر الفرقة بنصب حاجز أمني على مستوى مدخل الشرقي لمدينة خنشلة ليتم معاينة سيارة سياحية قام سائقها بالتوقف قبل الوصول إلى الحاجز، أين ترجل منها شخص يحمل كيس بلاستيكي ليقوم سائقها بالفرار في الاتجاه المعاكس بسرعة فائقة. بتتبع الشخص الذي ترجل من المركبة تم توقيفه وضبط بحوزته كيس بلاستيكي بداخله كمية من المؤثرات العقلية بمجموع 1200 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ميليغرام. بخضاعه لعملية التلمس الجسدي ضبط داخل جيبه على قطعة من المخدرات زائد سلاح أبيض من الصنف السادس ليتم اقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة إجراءات التحقيق. بعد استكمال التحقيق أنجز ضد المشتبه فيهما ملف جزائي بموضوع الحيازة والاقتناء والنقل لأدوية ذات خصائص مخدرة ومؤثرة عقليا مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به، تهريب مواد صيدلانية باستعمال وسيلة نقل. سيتم تقديم بموجبه الأطراف أمام نيابة محكمة خنشلة.